بابا فاضي شوي؟ طبعا بنتي. شلون صرتي؟ باين عليكي احسن. بابا اليوم انا التقيت بليلى. استاذ المدعية اجت تزورك؟ انا رحت لعندها. بشو حكيفه؟ طلبت تساعدني باني لاقي ابني. بنتي مو صح انك تحكي مع مين ما كان بهذا الموضوع، وغير هيك ما بتروحي على مطرح بدون ما تعطيني خبر. انت لا تشغل بالك، ليلى رح تساعدني بهالشي لانه هي بدها ايانا نتطلق. عفوا، اجا السيد ذو الفقار. ودي الست انجي على غرفتها. حاضر. تفضلي. أهلاً وسهلاً، تفضل. أهلين فيك. سيد داود، سلامة عمركم. ما أحسن تجي من قبل، بدك ما تواخذني. شكراً لك. بعتقد سبب الزيارة بلغك في السيد مراد علمدار. مزبوط، بس أنت متأكد منيح أنك حابب تدخل هذا القطاع؟ بالنتيجة هي تجارة سيد داود، من 40 سنة وعم نشتغل بالتجارة. بس قواعد التجارة مختلفة كتير عن قواعد هذا القطاع. الإعلام قوة كبيرة كتير، وحسب اللي بعرفه عنك أنت ما عندك الطموح اللي بيخليك تستخدم هاي القوة. سيد داود، أنا بالحقيقة مالي أي شغل بالإعلام. مثل ما قلت، هاي شغلة ما بتناسبني، بس مراد علمدار قال لي بتروح بتشتري، بشتري. وإذا مراد كان مقترح عليكم تبيعوا الشركة، فخلينا ننهي الشغلة بسرعة. سيد الفقار، مراد مصر إنه يرميك على النار، بس أنا مضطر إني أفكر فيك، ومشان مصلحتك رح أرفض العرض تبعك. شوف سيد داود، إذا المشكلة مصاري فممكن نعيد النظر بالعرض المالي. المشكلة مو بالمصاري. أنا قررت إنه خلي الشركة تبعي بإيدي. مراد الروح، هذا السافل قرر يبيع الجريدة لواحد تاني. ليكون عمل هيك ليرفع السعر، ضغطت عليه منيح؟ عرضت عليه لهساف المصاري قد الجبل، وقلت له إذا ما عجبك بعطيك أكتر. ما رضي يسمع. شكرا ذو الفقار آغا. مراد الروح، أنت ما رح تصافي حدول الناس السفلة، ما هيك؟ لا تخاف، نحن ما منصافي حيد السافل، منكسرها. إيه والله. هدول لا تشحنون، رح جيب شحنة كبيرة ونبعتهم كلياتهم سوا. أغا، لما رح تشتري الجريدة نحن ما رح نضل بهذا الشغل؟ بدنا نعمل ضربة كبيرة لآخر مرة، بعدين بدنا ناخذ حصتنا ونبيع كل شيء. أغا، صار صعب كتير نمرر البضاعة من المنطقة، الدولة كل ساعة عم تعمل مداهمة. شكلك
نسيت معلمك يا إلهان. أنا إذا قررت مرق بضاعة بمرقة من بين رجلين الحكومة. شلون بدنا مرقة؟ كل شي بوقته حلو. متأكد انه من هون عم بيروح سلاح للمنظمة؟ متأكد. ادخلوا. معلم، في ناس جايين بيشبهوا القوات الخاصة تبعنا، شو نعمل؟ انا رح فرجيهم حالي. ما هيك انت لف من وراهم. معلم، اذا الخيم بيناتهم بتصير هدف لألهم. ما عندنا فرصة تانية. شو يعني نوص على جنودنا؟ الكل ينتبهوا. لا تطلقوا النار. مراد علمدار، شو لك شغل هون؟ انتو شو لكم شغل هون؟ الكل يرمي سلاحه. الخيانة ما رح توصلك على محل. مرة واحدة بحياتك خدوم وطنك. انت اللي عم تخون وطنك وقت بتلتقي بالمنظمة. ليش عم تخليه يحكي؟ قوص عليه. سكر دمك ووعك تتحرك. ترك سلاحك وقلي من مين اخذت الامر لاتركك. ما عندك محل تروح عليه. تركه وترك سلاحك. لا تعملها. اسمحوا لنا نحكي مع بعض من رجال لرجال. لما بتروحوا على الحرب سوا بتحكوا رجال لرجال. خليكي ماما. تفضل حماي الصغير. هاي عم بسمعك. بما انكم تزوجتوا فنحن صرنا قرايبين. اللي عملتوه بعتبره غلط كبير، بس ان شاء الله اطلع غلطان برأيي. الله يديمكم لبعض. بما انه صرنا قرايبين، ان كان الوجع او الفرح او السعادة او الخيانة بدنا نواجههم سوا. ماتي شو عم تعمل؟ ماتي اصحك تعمل شيء. المشاركة بالسعادة سهلة، والفرح والخيانة منتشارك عليهم، والوجع تشاركناه من قبل. لما مات شاكر احترقنا أربعتنا، بس نسينا. خلينا نتذكر هلأ حتى ما ننسى إنه نحن قرايبين. ميماتي لا تعملها.
من هلا ورايح ما حدا من هالعائلة بده يتوجع. بدي تعمل عرس وحفلة كبيرة لأختي. الوسط أكيد ما شاف هيك عرس، بس رح يشوف. أهلا وسهلا بالرفيق طوران، تعبناك بالجاي من أوروبا لهون. اشتقت لهي المحلات، فرحت كتير لأنك دعيتني. شي طبيعي، حياة الكمبرادورية بأوروبا بتكون تعبتها كتير. جو الجبل رح يفيدك، تفضل. مظبوط سيدي الرئيس، بهداك المجتمع صعب كتير الواحد ما يتغرب عن مجتمعه. لازم نجي لهون ونتنفس هوا الحرية كل ست شهور. أنا مو لهيك جبتك، بديك على طاولة المفاوضات. أنت معروف بحنكتك ودهائك الدبلوماسي، وهذا الشيء رح يفيدنا كتير. لك مين هذا مراد على مدار؟ أنا تفاوضت مع الاتحاد الأوروبي، مع جنرالاته، مع نوابه، وتفاوضت مع كل رؤساء دول الاتحاد. بشكرك كتير لأنك استقبلتني. نحن أصدقاء من زمان عزيزي مدى، قليل وقت اشتغلنا سوا ب 28 شباط. بابنا بكل وقت مفتوح إلك، وأنا منشان هيك إجيت لعندك. في موضوعين لازم احكي فيهم معك. الموضوع الاول بعرفه، ارتكبت غلط كبير. حاولت حضرتك انك تغتال مراد علمدار بدون ما تاخذ رايي. انا كنت مفكر انه مراد علمدار عدوك كمان. متى؟ اذا مراد علمدار هنيك فهو هنيك لانه انا بدي هالشي، ومانك غشيم لا تعرف هالشي. إذا بتعمل أي شيء بيخرب لي مخططاتي فرح أنسى أيام القديمة كلها. عم ترتكبوا غلط، مراد رح يطلع من المباحثات أقوى من الأول. غلط ولا صح؟ ليك أنا بعرف كل شيء. من هلأ ورايح بدي أعرف كل شيء بدك تعمله قبل ما تعمله. اللي عملته مع مراد غلطك الأول، ومحاولتك أنك تشتري شركة داود القابضة من دون علمي غلطك الثاني. داود الندل عم يستخدم جريدته ضدي مشان يحطني بالسجن ويهين مكانتي بالدولة. لك يا متى امتى رح تخلص من خوفك هذا من السجن؟ طلع علي، أنا طلعت من غوانتانامو أقوى بكتير. بعدين حتى تكون بطل بهي البلد ما بيصير بلا ما تدخل السجن. أنا فضل إني أبقى برا. ما حدا بيقدر يحطك بالسجن طالما أنا ما بريد تنحط بالسجن. بس أنت لا تصر على الغلط حتى ما أدخلك على السجن وخليك فيه طول عمرك. إذا ما نكون رضيانين على البيعة ومعترضين على يشار أغا، بلو يتراجع عن الصفقة. لا، أنا بحبه ليشار، ويمكن اجى الوقت مشان يطلع طبقة جديدة. شغل المخدرات بيشتغلوا واحد تاني، خلص حاجته يشار من هالشغل، وخليه يخدمنا بالإعلام تبعه.
يخسر حد. عندك مهمة كبيرة وخطيرة راح تخدم فيها القيادة. عم بسمعك سيد الرئيس. وأنا رايح على المفاوضات مع علمدار، بدك ترتب محاولة لاغتيالي. سيد الرئيس بس هي الشغلة خطيرة. لأن خطرة عم بطلب منك أنت إنك تعملها، ما بقدر أوثق بحدا غيرك. سيدي الرئيس ليش لنعمل هيك؟ ما حدا بيعرف شلون بتنتهي المفاوضات مع مراد علمدار وشو اللي راح بصير فيها. أنا لازم أقوي حالي قبل ما أقعد على الطاولة مع مراد علمدار، وأقطع الطريق على الأصوات النشاز اللي بلشت تطلع من هلأ وعم تعترض على المفاوضات. اختار رجالك منيح ولا تاخد حدا ما كتير توثق فيه. سكعي، هذا هو مسار السيارات. هدول صور اللي طلعوا واللي دخلوا. مراد علمدار، انت ليش عم تعذب حالك وعم تصور اللي عم يدخلوا على مؤسسة خيرية؟ معلم، اتصلت زارة، قال شاه ميران رح يحضر المفاوضات وعم ينتظرونا مشان اللقاء. وين رح نلتقيه؟ رح نروح على مطرح لالا زارة، وزارة بتاخذنا من هنيك. خلينا نروح لكان. استعدوا. جايين لعنا، انتبهوا. بس انتبهوا، اوعوا تصيبوا الرئيس. سيد الرئيس، خلينا نرجع. يا رفيق جمال، الموت ما رح بيرجعني عن هذا الطريق. أنا مستعد أني ضحي وموت مشان شعبي. سيد الرئيس، بالأول لازم نسكت الأصوات النشاز اللي عم تصرخ جوات المنظمة. ما منقدر نقعد على الطاولة ونبين كأنه منقسمين. رح نرجع. يلا يلا يلا. شو وين بدنا نلتقي؟ لقاء التغى. لك شو انتو عم تلعبوا علينا يعني؟ شاه ميران تعرض لمحاولة اغتيال وهو رايح على الاجتماع. وان شاء الله فطس. اسمع مراد علمدار، اذا رح تقعدوا بهالعقلية معنا على الطاولة في مشكلة. معلم، فهمت انه شاه ميران الندر رتب عملية اغتيال وهمية لحاله، بس شلون بلعوها جماعة المنظمة؟ في قواعد للتوازن بالمنظمة، كلهم بتلتقي مواقعهم بشاه ميران، وين ما اشر شاه ميران كلهم رح ينجبروا يهجموا. Thank you.
موفقة يا جماعة. سفرة موفقة أخي، توصل بالسلامة. شكرا. الجمهورية التركية انكشفت ولازم نوقف المفاوضات معها. حكيك مزبوط، هالمجرمين مشان يخلصوا على الرئيس شاهميران حاولوا يضللونا بحجة المفاوضات تبعهم. شو هالحكي رفيق دوران؟ يمكن فرشاد قنديلي قاسي عليك وحابب ترجع بأسرع وقت عتختك المجوز بأوروبا. النضال ما بصير بس بسلاح بالجبل يا سرحات، النضال الحقيقي بالمدن الكبيرة وبصير بالطرق الدبلوماسية. طبعا أنا كمان حابب ناضي بالشوكولا والسيجار والويسكي. آخر كل هالحكي النضال المسلح بصير بجبال وبيقع علينا نحن الطبقة الكادحة، وانتو بتروحوا بتاكلوا وبتشربوا بالمدن وبعدين بتجوا بتستخفوا بنضالنا. سيدي الرئيس باسم شعبنا ومنظمتنا بقول لك الحمد لله على السلامة. يا رفاق أنا بقترح نرد بالمثل على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري على محاولة اغتيال رئيسنا. عفوا سيدي الرئيس، شو استراتيجيتنا؟ شو رح نعمل؟ إذا اطلعنا على شكل العملية بغض النظر مين ما كان كلف العملية يكون، اللي نفذوا العملية هن العملاء الموجودين ضمن منظمتنا. لهيك بالأول بدي اكشف العملاء الموجودين بيناتنا. سيدي الرئيس، انا شايف انه تحليلك عم يقول انه العميل من القاعدين معنا على هاي الطاولة. سيدي الرئيس، اذا في عندك معلومات عن الاعتداء الجبان يا ريت تخبرنا اياها، والا كلنا رح نبقى موضوع شبهة. هذا الخاين اللي التحق فينا مؤخراً أنا رح أعطيه فرصة منشان يقوم ويعترف. خليه يعترف قدام شعبنا ومنظمتنا ويلجأ لعفو القيادة. آخر اللي إجوا لهون هنن أنا ورفيق دوران، عم تتهمنا إلنا؟ شوفوا الرفيق جمال كشف التحليل يلي ببالي بعضمة لسانه. أنا بفضل الموت برصاص الجيش التركي عالشك بولائي. إذا عندك هيك شك لا تتردد أبداً أو وصني براسي. وأنت شو رأيك رفيق دوران؟ أنا بلجأ لعفو القيادة وجاهز لتقديم النقد الذاتي. ماشي هاي عم نسمعك، قدم لشوف نقدك الذاتي. شكرا لأنك جيت. ما اجيت لأنك بعدت لي، أنا جاي مشان حاسبك. عارف حدودك، لولاي أنا كنتوا لهلا عم تشتغلوا بالكراجات. بهالسرعة بتنسوا اللي وصلكم لهي النقطة؟ ما شفت بحياتي واحد مثلك بمنن بمعروف عمله بهالزمان وقبض ثمنه 100 مرة. يعني نحن كسبنا أنت ما كسبت؟ قليل شو نظفنا لك شغلك الوسخ. كانوا يناموا على بابي بالعشرات مشان يوصلوا للي وصلتوا له. كنت من زمان اخترت واحد غيرك وفتحت له الطريق ودعمته. شو هذا اللي عمله زلمتك كارا؟ كارا قتل لي اخي، واعتبارا من هلا انا ما بعرف حدا. تعرف تعرف اللي عن رقمك؟ ما في عندي ولا رقم. ايه بس عندك اخين تانيين، واحد زازا والتاني كارا، ما حتعلق معهم سوا.
كون عاقل وقول الرقم. بما انك بعدت وراي معناتها في شي عندك. بالاول انت قول. يا شهر اغا رح يتنازل عن الشغل تبعه بنسبة شايفة معقولة. رح تكسب مبالغ كبيرة وفوقها علاقاتك رح تقوى. رفيق دوران، أنا بحياتي كلها ما شفت واحد انتهازي مثلك. بمعيتي كلها تكون نفدتوا. لو ماني عامل هذا الاستعراض جاهميران كان رح يقوص حدا منا. لو مانك عامل استعراض كنا وقفنا كلنا بوشه. ما كنا رح نسمح بديكتاتورية داخل المنظمة. انت شو عم تحكي يا زارا؟ نجحت الديمقراطية بالجمهورية وانتقلت لعنا؟ جمهورية تركيا تراجعت عن سياسة الإنكار ورح يصير سلام. سلام على إيد جاميران؟ إذا بيقولوا الإمبرياليين سلام بيعمل سلام، وإذا قالوا حارب بيحارب. الجمهورية التركية ما عادت ضعيفة قدام القوى الإمبريالية. بعتين مراد على مدار حتى يضغطوا منشان السلام. ما في بنية مريضة مثل الدولة المستقلة. ما بتعرفي إمتى بيأثر فيها فيروس من الداخل أو ميكروب من الخارج. أنا ما بتهمني أبداً مفاوضات السلام. بدي أرجع بأسرع وقت، أرجع على برلين لعند كاترينا. يمكن بلغت شوي وأنا عم بعمل الاستعراض لشاهميران، ضربت ركبتي، يمكن انفلشت. بس قرب 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 هوب بس زل لتحت. جايين بالباص. وأنا شو أعمل بالباص؟ الباص هدية مني إلك. تسلم أغا، الله يخلينا إياك. يا رفيق سرحات، كأنه ما نفد ولا واحد من الرجال اللي استخدمتهم بالعملية، ما هيك؟ ما نفد حدا، انت لا تشغل بالك. يعطيك العافية يا رفيق سرحات، معيتك كسبنا شوية وقت مشان العميل مراد على مدار.
أخبار على علمك عن مراد الروح؟ وضعه منيح حسب حكيه. لا تشغل بالك ذو الفقار آغا. يعني أنت شلون بتترك مراد الروح لوحده؟ ليش ما رحت معه؟ منترك المكان هون فاضي؟ كمان هون في شغل كتير. مع هيك برأيي هالشي غلط كبير، كان لازم تروح معه. بكل الأحوال ما بقيت هون بكيفي. لا ما عم بزعجكم ما هيك؟ شلونك أخي ذو الفقار؟ منيح بنتي، فرحت كتير لزواجكم، ألف مبروك. سلوى استنيني برا، يلا أنا جاي. بس تأخرنا. خير على شو؟ بدنا ندور عبيت. هلا فهمت ليش ما ركضت ورا الطلعة لهنيك. يلا بالإذن موفقين بمشواركم. بخاطركم يا شباب. يلا زينال. ليكي سلوى، انت والبيت وجوازي كلها بخربن على الاخر. ما بقى بتحكي قدام حدا كلمة قبل ما اسمح لك انك تحكي، ما عاد في روحها. وانتو اتنين بدي اقلع عيونكن، ليش بتخلوها تدخلوا في ضيف عندي جوا؟ معلم هلأ صار الحق علينا؟ ما بتقدر تحكي مع المعلم مراد، وما بتقدر تحكي مع سلوى، وكل الحق على عابد وعمران. الرقم الرسمي بتحطه بالحساب الفوقاني بتركيا، والقسم البيان بحسابي التحتاني بسويسرا. ماشي سيد داود، اليوم بحول المصاري لحسابك بسويسرا، وبكرة بنعمل العقد. سيد يشار، وبلكي من هلأ لبكرة بطلت البيع، شلون بتدفع هيك مبلغ؟ نحنا ما بيبقى لنا دين عند حدا سيد داود، انت لا تشغل بالك. سيد يشار لغوية خلصت، صرت هلا معلم بالإعلام. شكرا كتير على هديتك، بس أنا ما بحط برقبتي عقدة حتى لو كانت حرير. أهلين ميماتي. معلم انت تركتني هون، الجاي بلطشني والرايح بلطشني. اه حلو. معلم انا بقلك تدمرت هون وانت بتقلي حلو. خلي الكل يعرفوا انه انت هنيك حتى ما يحاولوا يلعبوا غلط. سيد الرئيس. سيد الرئيس، هذا ويسكي إيرلندي بعت لي يا صديق من هنيك. الزلمة بيحترم نضالكن وبيقدروا، تقدر تشربه وانت مرتاح. حلو، القدح بإيد والسيجار بإيد، حلوة كتير الصورة. وهيك بصير الواحد يحس حاله كأنه عميل غير مباشر.
سيدي الرئيس، شو هالحكي هاد؟ السيجار هذا جاي من كوبا، من بلد كاسترو، أكتر بلدان العالم نضال ضد الإمبريالية، وهو رمزها. يا رفيق دوران، تقدر تمشي. سيدي الرئيس، إذا بتحتاج مساعدة ببقى. صحتك رفيق. أهلا وسهلا فيك بشمال العراق رفيق شارون. لا تلف وتدور، بدك تقعد على الطاولة، عند اللزوم رح تقعد على جستك. الواحد بيقول الحمد لله على السلامة، بالزور نفدنا من الموت. هذا الاستعراض بتعمله لجماعتك هنيك، بس أنا ما بتمشي علي. لا تطالع لي خلي، وإلا ببعت لك صاروخين لعندك بهد الجبل فوق رأسك. بالأول لازم أمن التوازنات الداخلية، هلأ قويت وضعي بالمنظمة وصار بقدر روح على المفاوضات. اليوم بدك تبلش المفاوضات. سيدي مراد علمدار قدر يوقع زلمتنا بشمال العراق. عايش؟ لما فهم انه راح يوقع بايد مراد انتحر. سيدي يشار اغا برا عم ينتظر. ليش عم ينتظر؟ خلي يفوت. تحت امرك سيدي. سيد متى بتقدر تبارك لي؟ اللي واقف قدامك هلا معلم الاعلام الجديد. شو صار يا يشار اغا؟ على اساس داود ما بيبيع؟ ما كنت متوقع ابدا، بس تعرف رميتنا ببير ماله قرار، وحلال عليك. متى تارك لك خبر بكل محل، عم بيقول بلا ما يعمل كارا اي شي بدون ما ياخد خبر مني. ما قدروا يشتروا الجريدة من داود؟ ما بعرف معلم. منيح، هات لشوف التليفون. مراد علمدار. متى طلب مني انتظر بشغل داود؟ شو عمل؟ هدول عم يتساوموا، ان هي بيارة فرصة انهيها. انت متأكد؟ عمالي اللي بلك عليه. ايه؟ اليوم رح ننهي شغل داود، استعدوا.